ساتر عليك، وشغل شغل شغل شغل، واحد ما بيصدق ياخد بريك. ده انتوا فظاع. سطر عليكوا. وحشتني قوي. مش ممكن. ايه الحاجات دي ما تدخلش في اوضتي ولا في بيتي ابدا. مش ممكن ابدا انا ما اكلش الحاجات دي ابدا. ليه يا ست؟ ما كل الناس بتفطر فول وطعميه، ولا انت شكل تاني عن الناس؟ اوه انا مش شكل تاني، انا انسان، بس انا عندي حاجات كتيره وجعاني بطني، الكبد والمراره والخولون، وممنوع البقولات، كل دي بقولات. الله ايه؟ بقولات الحاجات الناشفه زي اللي انت بتاكليه، والحم ده بتوع الحاجات التانيه اللي بيقولوا ها ها، ده اللي انت بتاكليه ده حرام. لا ده خلقة ربنا، الواحد ياكل اي زرع من خلقة ربنا، ويلبس ايده والشبطه انت حر، ياكل على نفسه ينفع درسه انت حر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي سوسكا سوسكا يا حبيبتي يا جميلة، يا حبيبتي يا حبيبتي سوسكا. يا ولاد اللذينة، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ عملنا لك بومبا بومبا. حشيني. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي وقع مني؟ مالناش دعوة. ايه اللي وقع بقى؟ طعمية مالناش دعوة. انت قاعده بصلي في اللقمه. انت بتعملي ايه؟ باكل الطعميه بتاعت زمان ولا بتاعت دلوقتي؟ مش عارفه يا سوسكا، ما دقتهاش، يمكن تكون زي بتاعت زمان. اه والله في حاجه ريت. زي بتاعت زمان؟ لا ما فيش. احنا 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 وحشتيني. انت وحشتيني كمان قوي قوي يا اسعد حبيبه قلبي. ازيك؟ عامله ايه؟ هاتي حضن. هاتي هاتي، تعالي الناحيه دي عشان وشك يبان. فكره زمان يا اختي، زهقوا من وشي وما عايزين وشي. لا يا حبيبتي لا. اخبارك انتي ايه؟ انت جميله. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ بطلتي تاكلي طعميه والحاجات دي ولا ايه؟ يا ريت. جالي بلاوي. لو والله منكم منكم يعني بكي زهان مش تاكي منك انت بالذات. ازيك يا سعد؟ ازيك انت؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الناس انت يعني وحشاهم بجنون. والله والله العظيم بجنون. اهلا اهلا. شوفي كلميه. ده انتوا لسه انتوا شفتوا حاجه؟ والله يا لسه هتعمل فيا عمايل. وحشتوني 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 يا حبيبتي. سهير حلمي ابراهيم البابلي، بنت دمياط. ممكن تقول عنها بكيزة او سوسكا زي ما تحب، بس هي بتحب التمثيل من ايام الثانوي والضفيرة ومسرح المدرسة، وحبها ده هو اللي خلاها تدخل المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت. مشوار طويل قوي وأدوار حلوة قوي في السينما، مثلاً مع عبد الحليم حافظ تلاقيه قصاد سعاد حسني موجودة، مع عم فؤاد كان ليها حضور وطلة، بس عشقها الحقيقي كان مسرح، من المسرح القومي لمسرح القطاع الخاص، رحلة نجاح قطعتها سهير أو بكيزة أو سوسكا بكل الحب والإخلاص. هقطي إيدك. جمهورها بيضحك من قلبه كل ما بيشوف مسرحياتها، كل ما بيتفرج على أفلامها، كل ما بيشوف مسلسلاتها. بكيزة هي وكنت أنا زغلول. مين ينسى الشغل مع ناس ضحكتها من القلب ومحبتها طرحة ورود في حياتنا؟ هي دي سهير البابلي اللي أنا أعرفها. الناس انت وحشاهم بشكل مش معقول. الحمد لله. واكتشفت ان الاجيال الجديده دي اتفرجت على بكيزه وزغلول والفيلم والمسلسل اكتر ما وقتنا اتفرجوا. والله يا السعاد قالوا لي من شهر، يا مدام سهير نفسنا في حاجه زي سبحان الله حاجه زي بكيزه وزغلول. طول الوقت بكيزه. ايه الجمال بتاعها ده؟ ايه الصدق بتاعها ده؟
شوفي انا النهارده سعيده قوي انك انت موجوده، وسعيده كمان اننا يعني عايزين نفتكر اعمالك. انت اللي مؤلفه؟ اه متاكده؟ والله العظيم انا ما انت كنت بتقعدي على ايدي، مش انت ده طلبك انت اصلا؟ مش انت اللي جيتي مره عندي؟ قلت عايزين انا وانت. قلت لي انا عايزه اعمل الايدي الناعمه على ستات. أيوة بالبلدي كده. ايوه صح. ايوه طب فاكره ايه اللي حصل؟ يا سلام، قعدتي احنا عملنا فيها ايه في الاول؟ شوفي احنا قعدنا اشتغلنا، وبعدين انت قلتي انا اعرف حسين القله وهجيب. أيوة. تعالي نروح نقول له هنعمل المسلسل. أيوة. ده خلاص رحنا انا وانت قابلناه، كان مكتبه في الزمالك. ايوه فاكره. أيوة. طيب قعدنا معاه واديناه الورق، نقول له بقول لك ايه انت بقى، مش انا لسه بقى عامله كده. أيوة. وانت اللي سحباني. فقلت له احنا عاملين مسلسل، لو سمحت اقرا الورق. ايوه وقول لنا رايك. بكيزه هان قرا الورق، لو تفتكري كان عنده واحد زي مستشار فني. أيوة. سمير ايه؟ سمير حاجة. مصري. ايوه حاجه. قعدنا مع سمير نصري ده بعدها يمكن باسبوع او حاجه. فقال بصوا انا قريت الورق. قال له غلابه بقى ناخدها. لا قال الاول، قال ما كانش عاجبه المسلسل. قال كوميكس كده، عامل زي الكوميكس، عامل زي توم وجيري. طبعا. فقلت له بالظبط، برافو عليك، احنا عايزينه توم وجيري، احنا عايزين العلاقه بين النقيدين دول نعملها على ستات. وده اللي وكان وقتها حسين القله بينتج عصفور النار. ايوه فاكره. ما شاء الله عليك. ما انا عارف، انا فاكره لان كان التزامن بتاع هم بيصوروا في عجمان افتكر. واحنا بنصور في مصر، فكان الفرق عند حسين القله فظيع، بيعمل عمل جد جدا جدا اسمه عصفور النار والهلس اللي احنا بنعمله. فاما قلنا كده حسين قال انا عاجبني، وابتدينا نشتغل. رحنا اول ما صورنا في البيت اللي احنا صورنا فيه المسلسل، الفيلا اللي كانت في ميدان المساحه. ايوه ايوه. ايه بقى فاكره؟ إيه ميدان المساحه اللي دلوقتي فوق بعض. شوفي كان فاضي ازاي. الفيلا والباب العريض تحت والريسبشن اللي يجنن بالسلالم. اللي حصل فيها بلاوي. كل ال... لا جميله جميله. وبعدين عملنا الفيلم. بس انا عايزه ارجع لورا بقى قوي. انا الناس يعني الشباب الجديد، قولي جيلنا احنا عارف. الشباب الجديد عايز يعرف سهير من اول الطريق، سهير من ايام المسرح القومي، سهير الرحله كلها. فعايزه فانا مثلا قلت ايه، قلت اجيب لك شويه مشاهد. يعني مثلا لو انت فاكره مثلا من بدايه من نرجس مثلا او برنارد ألبا، او ده كان مسرح الكوميدي كمان. وايه كمان؟ بيت برنارد ألبا. واعتقد عملتي الدغري. لا عملتي الدغري. طيب يبقى عملتي القضيه. القضيه كنا لسه صغيرين. في المحكمه. وبعدين ابتديتي تخرجي بقى من اطار القومي في البطوله المطلقه بتاعتك في النرجس. حتى زملائي في مدرسه مشخبين لما يتغاظوا مني يقولوا يا قومي والله في قلب المسرح. لما اعملها قوي يعني ان انا ايه لسه خارجه من القومي. فكان لغه عربيه ولغه ايه وايه، فكانوا ينادوني عادل وسعيد يا قومي. الله يرحمه احسن اليه. ازاي عملتي النقله دي من نرجس وانت عامله بقى مجد مسرحي كتير؟ وبعدين فجاه راح على الفنانين المتحدين. مين بقى اللي كلمك؟ سمير. او جاي سمير خفاج. سمير خفاج. اوكي. وبعدين لان هو كان يعني عرفني طبعا انا ممثله وان انا كوميديانة كمان. هو سمير مخه رهيب. الله يمسيه بالخير. الله بالخير. يا رب يديله الصحه ان شاء الله. لا حلو حلو. مفيش حاجه تخضيش، انا مش عايزاكي تتخضي خالص. لا مفيش خضضان. انا طبيعيه جدا في تمثيلي، حتى في التراجيديا ان انا اقعد واعمل لا ما عنديش ده. اسلوبي فيه كوميديا. يعني اشرحي للناس انا عارفه. القائي للكلام فيه كوميديا. فيه كوميديا. يعني مهما انا ساعات ليا كلام تراجيديا دراما رهيبه بتضحك. حضرتك. فانا اضحك. وانت اول واحده بتضحكي. طبعا عليك. انا ببوظ حضرتك. فمن هنا لما انا خرجت سمير خفاجه ومين ومين كتير. لازم تيجي في المتحد. بايه؟ لو فاكره بمدرسه مشاغبين الاول. طبعا.
الخير يا حضرة الناصر. خير. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أنا الناظر، أي خدمات؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. مساء الخير. أنا معايا شرابات حريمي آخر حلاوة. صباح الخير. نعم. صباح الخير. ليه؟ لا أبدا، ما فيش حاجة. كانت حاجة غريبة انه سهير البدري مع عادل امام وسعيد صالح، ما هو كانوا بيقولوا يا قومي لما بحر شوية واقول ولماذا، مرة ساعات بقول لماذا عشان تضحك والناس بتضحك، يقوم سعيد الله يرحمه يقول يا قومي يا قومي، يعني مسرح القوم. فمن هنا انا كوميديانة، انا حتى في العيلة كوميديانة، حتى معاكي لما انا عرفت كوميديان هنيجي لده هنشرح بلاوي بقى. يعني الحقيقة حياتنا، حياتي يعني كانت ضحك ولعب وجد وحب، كل ده. سوري بقى. احكي لي لما انتوا بتعملوا البروفات، هم هايبينك الاول شويه وعاملين نفسهم جد يعني، او يعني مسرح قومي عندهم سمير خفاك. فانت دخلتي ابتديتوا تشتغلوا، وكانوا ساعات يتراهنوا ان هم يضحكوكي على المسرح. ايه بقى كانوا بيعملوا ايه؟ انا اللي بضحكوا. انت اللي بتضحكي؟ والله. ايه احكي. يتفقوا بره كذا كذا كذا، فانا اقف بس اقف وابص لهم او اروح لسعيد. كان يموت على روحهم، يقولوا مش متصورين اللي قالت من بالباب ايها المهاب ومن واني توقف قدامنا وضحك. انت ما عندكش فكره عن بهجة الاباصيري بقى ولا ايه؟ لا ده انا عندي فكره قويه جدا، ده انا جايه مخصوص عشان انا. ايوه عشان بهجة الاباصير اللي هو انت. الله، دي جايه من السلطه يا جدعان. ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟ اوري لك اعمل ايه يا بهجة؟ ايه هتعملي ايه؟ هقسمك نصين من هنا. نصين؟ نصين من هنا؟ من هنا اهو. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ نصين ايه يا جدعان؟ ده بالله انا مدرسها من المذبح يا جدعان. الله، وامشي بقى انه نص فيهم انا بقى، ماليش دعوه، ابقى بالنص الفوقاني ماشي لوحدي ومتاح، واغير على النص التحتاني بقى. ايه يا اخوانا ده يا اخوانا، ما تشوفوا لنا حل يا جدعان، واحد نصين والتاني دراع وطهار، هنتخرج من الثانويه على التاهيل المهني عادي. انت عايز ايه؟ نعم، انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز ايه يا بهجة يا بصيري؟ الذوق ما منفع ايه مالك يا واد؟ سيب الجدع، سيب الجدع يا شيخ. نعم، عامل لي فتوى يعني ما حدش قادرك؟ قعدتوا كام سنه يا سوسكا تعملوا الروايه دي؟ 7 سنين. سبع سنين بس كنتوا بتعملوا، بيشتغلوا مواسم وتوقفوا مش كده؟ مش مستمر على طول؟ لا، استمرت سنتين الاول. الاول مره واحده؟ افتكر او 3، وبعدين اسكندريه سنه. الموسم كله. وبعدين بقى 4 لما نحب نجيب فلوس نروح مطلعين. والله. يلا تلموا يلا يا حبايبي فنطوا. انت عارفه ان انتوا عملتوا ظاهره من اعجب ما يكون، انه المسرحيه دي اتصورت واتسجلت اذاعه، فالناس كانت بتاخد الكاسيت بتاع الاذاعه ده وتحطه في العربيه وتمشي في الشارع، يعني تروح مشاورها والكاسيت شغال، ويضحكوا على الضحك اللي هم مش شايفينه. وحافظين الروايه كويس، تقوموا انتوا عارضينها مسرح. يقوموا الناس يجوا برضه، يجوا كومبلي. يعني انا شفتكم في اسكندريه يمكن في اخر موسم ليكم. انا مش مصدقه ان الناس قاعده بتسمع معاكم الروايه، انما جايين ودافعين تذاكر وقاعدين. والله يا اسعاد انا ضحكت على ضحك وانا على المسرح.
ضحكت انت كنت ميته على روحك ده طول الوقت مستغربه على حاجات كده معرفش يمكن كنت مستغربه عليا ان انا بعمل ده انا كنت مبهوره بيكي انا انا اصلا انا كنت يعني برضو ما اشتغلتش لسه خالص انا كنت في الاذاعه وكنت باجي لكم في البروفات اعمل برامج الاذاعه بتاعه رمضان ايه رايك فيه انا وايناس جوهر شايلين الفكره بتاع النجره الكبيره كويسه جميله جميله زي القمر فقعدنا نفتكر الحاجات دي واحنا بنجي لكم نسجل نترازل عليكم في رمضان ويلا سجلوا لنا برامج وبتاع وتطردونا العيال دي ما تخشش عارف نعمل بروفا ومش عارفه ايه واحنا واقفين مدام ما دي حد اجيبها ترحى تطردنا لو سمحتوا عايزين نسجل لا كان وقت جميل وحلو وفن فن جميل واحترام وكله كان احمد زكي يونس شلبي واحمد زكي كان لسه طالع اه الله يرحمه كان يجنن واقول له عندي عندي يا احمد اه ايه ده ولا سعيد ويونس وهادي وحسن مصطفى اللي الراجل ده اللي يعني فرغالي اللي كان الاول كان لا كان كان حسن حسن الاول كان الاول استاذ مدبولي مدبولي وكان افتكر حسن هو اللي عامل الملواني أيوة. باين مش فاكره بقى فرغالي كان ايه مش فاكره في الاخر في الاخر اخر حاجه بدله بقى لما استاذ مدبولي سابكوا ليه حصل اشكالات كان عنده ايه بره رحله يمثل فيها فتمسك بيه فاشتغل حسن الدور ورحمه وفرغالي عامل ملواني نصيب ورزق ان الروايه دي تتصور بالناس دي فتتخلد بيها حاجه رائعه والله